هذا المشكل اللي دارت البلديه لكادير ما متفقينش معاه، الاغلبيه ديال الناس هاد الشراء ما متفقينش معاه، كتسمى الطمس الهويه ديال الفن ديال المنطقه ديال اكادير، الهويه الامازيغيه اللي كبرنا فينا وشفناها، وجايبين شي اسماء غريبه عنا، بغاو يديروا فلسطين اكادير، وبغاو يديروا لينا حنا شي اسم، قال لك التضامن مع القضيه الفلسطينيه، اش غتزيد هاد الاسماء اللي درنا كاع فينا؟ سيديروا بحال منطق اخرين بحال التيارة بحال اخر اللي كيسموا دوك الناس دوك الرواد ديالهم الفنانين والرياضيين اللي كيسموا المنطق ديالهم، هذا الشيء متفق معاه، ولكن تجي مدينه بحال خال يونس راه هذيك بدا كلمه راه كتجينا حنا في الشلعب هذا راه في الشكل. يعني بالنسبه لقرار المجلس الجماعي حول التسميه ديال بعض الازقه ديال مدينه اكادير باسماء اللي عندها علاقه بفلسطين، فتنعتبر بان المساله هي جد عاديه وميمكنش لينا اننا يعني نبقاو ننتقدوها بزاف ولا ننتقدوا المجلس البلدي في هذه القضيه، لا بالعكس، المجلس البلدي خصنا ننتقدوا في امور اخرى اللي عندها علاقه ب يعني بالجانب التنموي ديال مدينه اكادير خصها مشاريع وخصها يعني امور اللي تزيد بها القدام. انا ارفض رفض قاطع هذه القضيه، لان باش يتسموا 43 اظن ديال لي غو بهذيك الاسماء الفلسطينيه شيء غير مقبول، جوج ثلاثه ماشي مشكل، واصلا هو راه داك الحي سميتو القدس تضامنا مع ما كاين مشكل، حنا القضيه الفلسطينيه عارفينها وعايشينها من الصغر ديالنا، واللي بغى يناضل مع الفلسطيني يمشي يناضل معاهم تما، ولكن باش يعني توصل الهويه ديالتنا حنا كناس ديال المنطقه، كناس ما غاديش نقول كاع امازيغيين ولكن كمغاربه، وحنا حنا راه ما غاديش نقبلوها، وحتى هذوك الاسماء خصكم تعرفوا باللي حنا كامازيغ هذوك الاسماء راه صعيب علينا ننطقوهم، وصعيب على وحده كبيره مره تقول خان يونس، فين كتقدر تقولها؟ يعني هاد المسائل راه خص ياخذوا بها بعين الاعتبار، حنا لا نقبل باش غادي يجي هذا المجلس وغادي يفرض علينا شي مسائل اللي ماشي معقوله اصلا. هاد الشيء اللي بقى لينا حنا، وهاد الشيء اللي ما بغاتش اكادير، بغات الاستثمارات، بغات الاقتصاد، بغات شي حاجه اللي غايجيب لينا السواح، حنا اللي غينمي لينا المدينه اقتصاديا وسياحيا، ماشي تسمي لينا المدن ديال فلسطين، حنا بعيده فلسطين بعاد علينا، وباعوها الناس بعدا اللي قراب ليها بعاد والدول الاخرين، حنا اش غتزيد لينا حنا زعما التضامن مع فلسطين؟ لا هادشي راه ما متفقش معاه وما غاديش نتفقوا عليه نهائيا، هاد المجلس بما ملي دخلوا هما لاكادير ما عمرهم داروا شي حاجه، كيديروا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، وهادشي اللي داروا بعدا زعما داروا راه هو اللي ما داروا، ملي جاوا هاد الحزب هذا لهاد المدينه هذا خرجوا عليها. بالنسبه للقرار ديال المجلس الجماعي ديال اكادير فيما يتعلق بتسميه مجموعه من الشوارع ديال المدينه باسماء فلسطينيه، هذا الموضوع في مقاربتين، في مقاربة إلا نتذكروا على المستوى التنموي غنتذكروا بأنه هذه الأحياء واش هي حقا استفادت من البرامج التنموية ديال المدينة؟ واش استفادت من هذه التجربة بشي مشاريع معينة؟ وهذه أسئلة كلها تقريبا أعتقد بأنه أبناء أكادير غادي كيعيشوها وكيعرفوها وكيعرفوا بأنه ربما أكادير اليوم تعاني، وهذه المعاناة تجلت بشكل أساسي بشكل سياسي أكثر تسمية الشوارع بأسماء مدن فلسطينية، أعتقد بأنه المغاربة كلهم ما عندهمش إشكال مع القضية الفلسطينية بقدر ما هي قضية مركزية في نضالات الشعب المغربي منذ زمان، ولكن تسمية المدينة أكادير بجل أسماء 43 اسم كلها بأسماء فلسطينية كيعطي واحد إشارة سلبية جدا حول هوية أكادير، لأن كلنا كنذكروا على أن هوية أكادير يجب أن نحافظ على هوية أكادير، نحافظ على رموزها التاريخية، نحافظ على مدينة تعرضت للزلزال في 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 نهاية الخمسينات وبداية الستينات. بصفتي أمازيغي ولد سوس هادشي كنستنكرو، لأنه حنايا عندنا ثقافة غنية، الثقافة الأمازيغية غنية عندها شخصياتها مقاومة من الاستعمار، كاينين ملوك أمازيغ، كاين شحال من حاجة، يعني الثقافة الأمازيغية غنية، علاش ما نهزوش دوك الاسماء الامازيغيه اللي هما حاضرين في هذا العصر ولا القدام اللي في مقاومات الاستعمار وشحال من حاجه، يعني ملوك الامازيغ، علاش ما نستغلوهم هما اللي خصنا نبينو باش الا جا عندنا اجانب نقول لهم شارع فلان، شارع ماسي نيسا، شارع ايوبا، شارع هذا، شارع مختار السوسي، شحال من حاجه، شارع سيدنا محمد السادس ملك ديالنا اللي كنفتخروا به.
كاينين الناس رواد، كاين الناس اللي ناضلوا من اجل هاد البلد، كاين الناس اللي يعني مقاومين اللي قاوموا وناس عندنا لي نون ديال الملوك الامازيغ، ديال بزاف يعني ديال الكتاب، ديال الفنانه مثلا اللي كانوا عندهم اللي جابوا عملوا رساله في هاد البلاد. وتجيو اليوم هاد القضيه حنا كنرفضوها رفض تام، يعني هاد القضيه لا نقبلها، وكنتمنى ان هاد المجلس يعاود اعاده النظر في هاد القرار، لانه قرار غير مقبول من جميع الفعاليات ديال المدينه أكادير. واعتقد بان أكادير الرصيد التاريخي في المجال الفني كبير جدا، يعني ممكن انه نسميو نختاروا اسماء فنيه، اسماء سياسيه، اسماء مقاومه جيش التحرير باعتبار ان أكادير كانت قلعه الجيش والتحرير، كذلك اسماء مناضله حقوقيه، اسماء عطات لهذه المدينه، ممكن انه انذاك نعتبره بانه أكادير احتفظت بخصوصه، ولكن بهذه الاشاره هذه اعتقد بانه حتى المنطق القومي اليوم يناقش بشكل كبير على انه واش بقي عندنا هذا البعد القومي في قضايانا الانسانيه وما عندناش، وكذلك واش هذا البعد القومي ممكن ان يخدم قضايا التنميه في هذه البلاد، باعتبار ان اليوم ان المغرب مطروح عليه بشكل عام على ان القضايا التنمويه الاساسيه واستجابه لحاجه ديال الشعب اكبر من الاهتمام بقضايا دوليه اللي ممكن انه فيها تعبير موقف مبدئي ديال الشعب المغربي منذ 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 بدايه القضيه الفلسطينيه. كنستنكر انا كنستنكر بصفتي امازيغي ولد سوس كنستنكر هذه القضيه هذه، ونتمنى من البلديه تفهمنا تراجع في هذا القرار، يعني اش حنا ما قبلناه، ما كنسكروا بزاف تنميتي غدا، بغينا غير اسم يكون اسم حسنيه، اسم يكون حسنيه، علاش ما يكونش؟ علاش ما يكونش اسم سميتو حمو محال؟ اسم يكون شي حسن الشريف، مصطفى الشريف اللي عطاو لهاد المدينه هادي، علاش ما يكونش؟ علاش ما يكونش شي شارع سميتو بادي اووك ولا كريم بركاوي؟ علاش ديما اسماء يجيونا من اجانب؟ شي نهار ولا جايبين يجيبوا لنا اسماء ديال اليهود.